كان بيتكلم عن تحركات بدون كره. النهارده شفنا على مدار الشوطين تحركات المهاجمين بدون كره. تمام. طبعا التحرك من غير كوره ده من اساسيات الكوره، يعني لعيب الكوره لما نجي احنا صغيرين كده لما كانوا يجي بص للشاشه، ده تراجع فرقه الانتاج بعد ما جابوا الجول. الشوط الاول موقفين، بص الراسه زي ما قال الكابتن علاء، موقفين كويس لحد ما، موقفين بشكل كويس يا كابتن ايمن. هنا التحرك لازم يكون طبعا من جيراردو. عارف يعني، عارف يعني المشكله كمان في اللقطه دي ايه؟ ان انت مش فاتح الملعب للاخر. بالظبط، تحركات لعيبه، تحركات لعيبه، انت مساعد على فكره الملعب. بالظبط، انت مساعد الانتاج ان هو طول ما قافل عليك كده. صح، هو انت ما فيش منفذ او ما فيش مساحه تحرك فيها. لا هو بصراحه النهارده يعني شابوه لنادي الانتاج النهارده وللكابتن مختار، عمل يعني فاجئنا زي ما احنا كلنا قلنا، عمل جيم كويس جدا. قدر يخرج من المباراه ببونت، وده مكسب طبعا لنادي الانتاج النهارده. لكن برضو النادي الاهلي زي ما الكابتن علاء قال، يعني النهارده اللعيبه يعني انا شايف ان هو اقل من 50% كمان. اللعيبه النهارده الحمد لله اهم حاجه ان هم حدش خرج مصاب، الماتش الثاني على التوالي ان ما فيش لعيب خرج مصاب الحمد لله، ولا حد اشتكى من اي حاجه. لكن الاداء نفسه النهارده احنا اتفاجئنا الشوط الاول من الكابتن مختار بالحته الهجوميه اللي عملها في اول المباراه. مستر فايرن ما كانش طبعا متوقع خالص الشكل اللي الكابتن مختار هيبدا بيه. لكن النهارده برضو يعني في بعض اللعيبه برضو يعني ما كانتش برضو دون المستوى. مش عايز طبعا ان انا احمل حد حاجه، لكن لازم برضو يعني في لعيبه انت بتلعب في النادي الاهلي يا كابتن ايمن، الفرصه مش هتجيلك كتير. يعني انت لازم تمسك الفرصه في ايدك واسنانك. انت ممكن الراجل في ثقه فيك ان انت تلعب ماتش واثنين وثلاثه، لكن هيجي عليك وقت لو في حد مكانك خد الفرصه ومسك فيها خلاص انت هتاخد دورك بعد كده، بعد ما الراجل اللي لعب مكانك ده هيقع تاني. فلازم كل لعيب يستغل الفرصه النهارده. يعني النهارده مروان باين عليه ان هو مشدود جدا، باين عليه ان هو عصبي جدا، بدليل ان الكره اللي خد فيها انذار دي ممكن ياخد فيها طرد. وما ينفعش انت لاعب نادي الاهلي ولاعب وبتلعب سترايكر في ماتش مهم مثلا زي الوداد، الماتش في افريقيا او حاجه، وتعمل حاجه زي دي هتكلف الفرقه كبير، حاجه يعني هتكلف الفرقه بشكل كبير جدا، وهتضر زمايلك قبل ما تضر نفسك. يعني تغييره النهارده باجي، الراجل حاول النهارده، انا شايف ان هو حاول احسن من الماتش اللي فات. انا شايف ان الراجل ده لازم برضو ياخد فرصه، يعني لازم ياخد فرصه شبه كامله ان هو ممكن يبدا ماتش ما فيش اي مشاكل خالص. مروان برضو يا كابتن، يعني يا كابتن ايمن، احنا كسترايكر مثلا، انا كسترايكر لما بتحس ان انت بتلعب على طول وانت مش قادر تهدف، او ان انت ما بتجيبش جوال، بيجي لك حاله خمول ان انت كده عارف ان المدرب هيلعبك كابتن علاء. فبالتالي لازم يبقى في موقف، لازم يعني المدرب لازم ياخد معاك موقف، لا تعالى في مكانك واحد مكانك ممكن ينزل نفسه مكانك ويشتغل عشان انت تفوق تاني، فمش عيب ان انت تقعد. فانا شايف ان الراجل يعني اتمنى ان المباراه الجايه عندك اسوان كمان يوم الاثنين، شايف ان ممكن برضو يشوف بادجي، الراجل برضو امكانياته جسمانيه قويه جدا ممكن يستغله، ممكن برضو يعني هتستغله ممكن في ماتشات معينه هتحتاج واحد. يعني شفت النهارده الجون اللي احنا جبناه، الراجل ما شاء الله عليه جسمه قوي، طويل قوي جدا، طلع حط كره هيدرز للسوليه، السوليه حطها. الحاجات دي ممكن تحصل في هتجي لك مواقف زي دي في ماتشات معينه. تغيير وليد سليمان برضو انا شايف ان هي نزل وليد النهارده، نزل عمل انتعاش.